تفضل. نحن اليوم حابين نتحدث عن مهارات المتوسط، مهارات المتحدث العام، يلي مهارة كتير أساسية ومهمة. ما قلت لك مش هيك، علي صوتك شوي تيفهموا عليك. أوكي. نحن اليوم حابين نتحدث عن ورشة مهارات المتحدث العام. بهذه الورشة نركز على تقنيات أساسية. قط عيدة بعد بثقة أكثر، ما أنت قلت لي إنه أعطي ثقة أنت وعم نحكي، تفضل. هذه التقنيات الأساسية تعتمد بشكل عام وأساسي على المهارات الصوتية ومهارات لغة الجسد على صعيد ملامح الوجه واختيار البوستر أو الإيماءات بلغة اليدين. مهارات المتحدث العام مع الأستاذ مصطفى تميمي، تابعونا بهذا الفيديو كتير في أشياء مهمة، بنشوفكم. أهلا وسهلا فيكم ومرحبا مرة جديدة على قناة الأستاذ المدرب الصوتي توني البايع. ومثل ما عم بتشوفوا، نحن صارت القناة ما بتحكي بس عن أني صوت لغني أو صوت لأنشد أو أعرف المقامات الصوتية، إنما كمان صرنا عم نتطرق لكتير مواضيع. عندنا مواضيع تطرقنا لها مثل الدوبلاج، عندنا مواضيع تطرقنا لها مثل التعليق الصوتي، وما في مانع لأنه أنا بستخدم صوتي بأن يكون محاضر أو محاضرة. إذا أنا عندي مادة بدي أحكيها، إذا أنا في قيت على اجتماع، إذا أنا عندي فحص، إذا أنا قدام الجوري، كيف بدها تكون تصرفاتي؟ أو حتى إذا أنا مدير وأنا بدي أحكي قدام العالم أو قدام موظفيني، أنا كيف لازم أتصرف؟ أولا بصوتي، وهذا الشيء كتير كبير وبتعرفوه عندي على قناتي، وفي شيء اللي هو كيف أتصرف بحركة جسمي وبالمضمون اللي عندي إيه، واختار اللفظ الصحيح. إذن أهمية التحدث أمام الجمهور أو مجموعة من الأشخاص وما يسمى بالpublic speaking أو public performance. الأستاذ مصطفى تميمي متخصص في هذا الشيء وهو اليوم معنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ مصطفى. أهلا فيك، أنا جدا سعيد. أنا بشكل مختصر، نعم. واللي بحب يرجع بتسجل معنا بورشات إن شاء الله، فسرنا ما هو المتحدث العام، كيف يتم ذلك، وعبر statistics مثل ما فهمت عليك تحت الهواء في دراسات لأوكسفورد يونيفرسيتي. تفضل. أوكي. نحن بهذا المجال، يعني مجال الكوميونيكيشن، خلينا نحكي بالأساس بالأول، التواصل هي مهارة أساسية لكل إنسان. الإنسان من دون تواصل ما اسمه إنسان، مش إنسان هو أبدا، بيكون عايش بكهف أو بسمور العصر الحجري. فمهارة التواصل مهارة أساسية. هلأ كلياتنا نحن نتمرن بمهارة التواصل من فرد إلى فرد، بس لما نوصل من فرد إلى مجموعة هون نفوت بشيء نسميه رهبة أو خوف. وهيدا الخوف وهيدا الرهبة بتخلي كتير من الأشخاص ما يتدربوا أو ما يمارسوا هيدا الدور لحتى يتطوروا بمجال عملهم أو بحياتهم بشكل عام. وللأسف هيدي المهارة ما بناخذها لا بالمدارس ولا بالجامعات. اليوم لحتى أنت تكون إنسان ناجح، أو لغة القائد هي لغة الثقة والتحدث أمام الجمهور بكل ارتياح والسيطرة على هذه الرهبة اللي نحن رح نتحدث عنها أكثر. نعم. شو الدراسات شو بتقول يعني بالبرسنتج، نحن كيف فينا نروح بالأمور؟ أوكي. هلا بالمحتوى وبالصوت نحن بالعادة المتحدث العام أو الكوميونيكيشن التواصل بنقسمها لقسمين، قسم نسميه المحتوى وقسم نسميه الأداء. في دراسة عملها دكتور ألبرت مهربيان من جامعة أكسفورد، بيقسم فيها النسب المئوية بموضوع الأداء. بيقول بالأداء نحن عنا 38% هو الأداء الصوتي. أيوة. يعني قديش أنت عندك قدرة على السيطرة على صوتك، بصوتك أنت قادر تأثر بكلمتك بنسبة 38%، و 55% هي لغة الجسد كمان. قبل ما نحكي عن لغة الجسد، يعني كل شيء خاص بالصوت اللي هو انه ما يرجف صوتي، انه يكون نفسي مظبوط، انه يكون لفظي مظبوط، انه اتحكم بنفسي، وهذا لكل الانواع. واللي كنا نحن حاطين كتير فيديوز بهذا الموضوع، اللي هو عن النفس والتنفس الصحيح وكيفية التنفس الصحيح وكل التمارين. وبهذا الموضوع حتى نحن في شيء اسمه ما بدي صوتي بدي يكون اول شيء صوت رنان، صوت في رني اللفظ والنطق، كل هول المهارات اللي بدي اخذهم. بس مع هيك بنشوف يا توني اشخاص بياخذوا معك هيدي الورشه والصوتيات، بيتقنوا صوتيات، بيكون يمكن هو مطرب صوته عالمي،
بس لما يتحدث امام الجمهور في هيدي رجفة بتصير بالصوت. خطر انا بعرف كثير فنانين عندهم هذه المشكله وهذه مشكله لازم تتعالج. طب بالبادي لانجويج وين عن يعني اعطينا تيبس بركي بنرجع نعمل كمان فيديو تاني هلا بس بده شويه تيبس عن البادي لانجويج او لغه الجسد. نعم. 35% لغه الجسد كثيره من التواصل. تفضل يعني بمختصر طبعا. نعم هو نموذج البرت مهربيان لما يقول انه 55% هي لغه جسد يعني ما بنستخف فيها ابدا. يعني بنشوف في اغلب الكوميونيكيشن اغلب التواصل احنا بنشوف بعض المسلسلات او بعض الافلام ما فيها ولا صوت يمكن بس لغة جسد مثل مسلسل مستر بين أو كرتون توم أند جيري. صوتيات أكيد بتساعد لحتى نحن نتشوق أكثر بس ما في ولا كلام كله أداء بلغة الجسد. هل لغة الجسد هي فقط اليدين أو كمان حركة الكتف أمتى بمشي حركة العينين إذا بتأثر هي من لغة الجسد حركة نحن العينين نقسم صيبة العين من حركة الجسد صيبة العين من حركة الجسد كمان نحن نقسم لغة الجسد بملامح الوجه سواء هذا الجزء من الجسد جدا أساسي ومهم. ننتقل للجزء الثاني اللي هو جزء الوسط الجزء الإيماءات كيف أنا بستعمل إيدي. في كثير من الأشخاص عندهم علامات توتر مش مرتاحين مش قادرين يسيطروا ففي تقسيمات أساسية منفوت منعمق فيهم واحد واحد. إذا منقلكم تابعونا بفيديو ثاني عن لغة الجسد لحاله لغة الجسد وغير الصوت وهن بيمتزجوا مع بعض وهذا عدا المضمون. يعني نحن هلا لو مضموننا مش حلو انتم كنتوا فليتوا من زمان مشان هيك بندعيكم تعملوا لنا سبسكرايب وتلحقونا على صفحاتنا. وهلا بحط لكم كمان تفاصيل تحت بالصفحه عن الاستاذ تميمي مصطفى وكل تفاصيل عنه. شكرا لكم تابعونا بفيديو اخر.